كونكم مليحة، لاني مليحة ومنيرفية ومشي مليحة، ولكن ما نهضروش. كاين واحد النوع تاع جماعة في الطريق تلقاوه، ما والله ما عييت نسي نفهم فيهم، يديروا لك ستريس ستريس، يديروه لك تيا ما عندك والو هكا في حياتك، تولي مقلقة هكا، تولي منيرفية، ينيرفوك. واحد دروك انا قاعدة في السوق هكا اليز، خرجت ندوبلي باسكو كان كاين كاميون قدامي، كاميوات كيما يقولوا تاع بكري، الكاميوات والواطا وكاع منها، خرجت ندوبليهم باش نكمل ونعاود ندخل. هو جا مورايا قاعد يلصق هكا زعما وخري، انا ما فهمتش في هذيك اللحظه كما كنت تشوفوا ديجا الطريق الله يبارك في سكمار انا نرقصوا فيها، ما فهمتش انا، نجي نرفدها بالمنطاد ونخليك تفوت، نعيط لهم يخولي يرفدوني يقيسوني، ندخل في الكاميو هكا ونخليك تايا تفوت، نموت نورمال وتفوت انت. وين الان قعدت نخمم بالك، يعني يمكن كان عنده الحق، لازم يخرجوا جناحين من السياره، تطير السياره وتخليه يفوت هكا، ما نبلعوش عليه، ما يمكنش باش نبلعوا على السيد لا 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 لا. انا يعني جاوبته باسكو مع غاليان الدم، انا ما نبغيش انسان ما يفهمش، باينه راك تشوف بلي هذه الانسانه راهي خارجه والكاميوات راه من جهتها مبلعين عليها، خمم شويه، باينه ما غاديش نبلع عليك انا، ما خليكش تفوت ولا لا حول ولا. جاوبته نعم، قلت له هكا نطير السما كلي، انا نشوف فيها كاين، قلت له شاه شو اللي شك تاكل في روحك، راك تشوف فيهم قدامي مبلعين، ولكن للاسف هذا تيموم، عنده تيموم هنا مبلع ما يفهمش، الله يعني يكون مزية يحمد ربي ما جيتش راجل، انه كون يعني ترجلت من السيارة سمحولي تفاعلت، يعني الله غالب. جيان ذا كلب كما هذاك اللي خرج لي بلا الطريق. مهم قلتلكم والله هدو استوار صغيرة من المغامرات اللي يصراو في الطريق، يعني خصك تكبري خاطرك سيداتي، يكون عندك يعني كيما يقولوا قلبك يرفد كي صندوق البوشطة. هاو وكاين واحد الحركة معروفة هذه نعطيها لكم، هذه نورمال يقروها في الكود، واحد زعما كي يغلط معك ولا يخرج لك هكا في وجهك بلا كلينيون طون لك، شنو يدير لك ولا شنو يدير لك شيء لهذه، هو قال عليك جهة تاع اللوطو يدير لك هكا، زعما نسمع هكا انا ننسى، سبحان الله والله نسيتني خويا، نسيتني كاع والله، هذه والله غادي تشوفوها كاع لي سوقوا شايفينها، زعما راني عارفه بليكم ما صرات لكم، يخرج لك في وجهك ولا هو يدير لك حاجه كاع ماكش منها يدير لك، سبحان الله خويا مزيه درت لي، ما كنتش غادي نسمح لك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.